اعتذرت الفنانة سبا مبارك عن المشاركة في فيلم الخلية، وده بعد ما بدأوا التحضيرات الفعلية الخاصة بالفيلم، وكان من المفترض انها هتصور دورها الايام اللي جاية. سبب اعتذار سبا مبارك هو الخلاف اللي حصل بينها وبين مخرج طارق العريان على ترتيب اسمها على التتر، وطلبت سبا من المخرج ان اسمها يكون التاني بعد اسم البطل الفنان احمد عز، وده اللي رفضه المخرج طارق العريان لان مساحة دورها صغيرة جدا برغم اهميته، وكمان لان البطلة الفعلية للفيلم هي الفنانة امينة خليل، واللي بتقدم دور محوري جدا ومهم في الفيلم. فيلم الخلية بطولة احمد عز، وبيقوم فيه بالدور ضابط شرطة بيواجه العديد من الجماعات الارهابية، وبيشاركوا في البطولة احمد صفوت ومحمد ممدوح والتونسية عائشة بن احمد، اما التأليف لصلاح الجهيني. ومن ناحية تانية بقى، بتواصل الفنانة سبا مبارك تصوير دورها في الجزء الثاني من مسلسل حكايات بنات، وكمان من المفترض انها هتصور الجزء الثاني والثالث بشكل مستمر. مسلسل حكايات بنات اتعرض منه الجزء الاول في رمضان 2012، وقام ببطولته دينا الشربيني، حورية فرغلي، ريهام ايمن، كريم فهمي، اما التأليف لباهر دويدار والاخراج لحسين شوكت. سبا مبارك شاركت مؤخرا في لجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وبرغم الانتقادات والهجوم اللي توجه ليها، وكمان لمستشار المهرجان عمرو قورة واللي رشحها مع الفنانة أروى جودة علشان يكونوا من أعضاء لجنة التحكيم، وبعد الهجوم عليهم اعتذر عمرو قورة عن المشاركة في المهرجان وانسحب، لكن سبا وأروى استمروا في لجنة التحكيم وسلموا جوائز في حفل الختام.